هاي هاي اوبا السنارة غمزت. لا عادي، ممكن يكون مفيش اماكن عادي. يعني هو ايه اللي عادي؟ هو انت كل حاجة عندك عادي؟ ما كل الشركة working from home والكافيتيريا كلها فاضية اهي. حبكت يعني يجي ويقعد هنا قصادك؟ دي حركات رجالة، انا فاهمها كويس. حلوة منك يا عاصم دي يا ولا يا لعيب. مش بس يا ابني، ايه ده؟ انا قعدت عادي هنا. علي انا؟ اطلع من دول يا نمس. انت صوتك عامل كده ليه؟ في ريفيرب كده. ايه؟ عامل ازاي؟ معرفش، عامل كده زي ما يكون يعني حد بيقرا جواب في فيلم قديم. لا عادي يا ابني، ما انا صوت دماغك انت، بس عشان دماغك فاضيه فبتلاقي الصدى بيبقى زياده شويه. يا واد يا عصعص انت، يا مجرم يا مدوب الستات. بس خلاص خلاص، ارجع للتاني بلاش قرف، وبعدين اتكلم عدل. دي سلوى زميلتي عادي يعني. بقول لك ايه، اوعى تدلقي عليه، خليه هو اللي يطب ويقع الاول. اسمعي كلامي، اوعى تدلقي زي كل مره وتقلي من قيمتك. يقع ايه بس وزفت ايه؟ ده عاصم زميلي عادي يعني. حلوه حلوه زميلي، دي بدايه حلوه. هناخد بقى ياء الملكيه دي ونبني عليها. عاصم زميلي، عاصم بكبوني، عاصم خطيبي، عاصم جوزي. بس بقى بس. ايوه دقيقه واحده، عن اذنك. باي باي. ما تنجز يا اسطى، البطاطس هتخلص وهتطير من ايدينا، البت مش البطاطس. انجز يا اسطى، انت بتقعد فين وانا نايم؟ هقعد فين؟ بقول لك ايه، لو ما اتحركتش والله العظيم لخليك تنحرج وشك يحمر وتعرق وتشر ويبقى شكلك زباله. لا 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 لا، والنبي بلاش اشر، بلاش اشر، مش عايز اشر. ايه بقى، اخلص انجز، لها كلمه، قولها كل ما ابص في عينيكي الدنيا تنور في عينيا، اي كلام فارغ قول لها. بنسى الحياه، بنسى التارجت. بس حبيبي، بس يا اسطى، انا هقولها بالطريقه سلوى. يا اختي جميله، عارف اسمك، عارف اسمك، عارف اسمك. كان في رحله عاملينها كده يعني، تيم بيلدينج كده، والويك اند اللي جاي انت طالعه؟ استني، هتعملي ايه؟ اوعى تبوظي الدنيا. افتكر كويس، التقم اتقالي عليه احسن يكون بيلعب بيكي. شوق ولا تدوق؟ ايه ده؟ لا، واندفي مش وقت لغات خالص. شكلك مش عايزه. لا مش عارفه. شكلك مش عارفه. اوبا، ضاعت الفريسه، راحت. ايه فريسه دي؟ ايوه يا ابني، مش احنا هناخدها لحم ونرميها عض؟ يا ابني ايه ده، انت متربي فين؟ متربي في عقلك الباطن، عند الذكوريه الهشه، جنب الخوف من السلطه والارضاء الاعمى للاخرين في محاوله كسب التعاطف وبدله سبايدر مان. الرحله، انا كنت فاكره الرحله الويك اند اللي بعد الجاي. لا اللي جاي. انت طالع؟ الا طالع، الا طالع. قول لها انا في الرحله، انا في الرحله. انا هناك اهو، يا خبر ابيض، دي الشمس ايه ظهرت لسع، جاب لي تسلخات والمايوهات حلوه والميه ساقعه. خلاص انت هناك، قول. سوري، انت كنت بتقولي حاجه انا ما سمعتش عشان المكان دوشه قوي. بسالك، انت طالع الرحله؟ طلعتك دي يا وحش، خش بالضربه القاضيه، انزل بالحته الحاسمه، اديها النهايه، الخلاصه، قوي قلبك. انا طالع. لا في احسن. ها عاش. ها لو انت طالعه يعني اديله. انا لازم اقوم اعمل تليفون. اوكي اتفضل. ايه ده؟ ده معناه ايه ده؟ هوبا، سيبك بقى، بص بقى، سيبك خلاص، دي نجوى بتاعت المبيعات. خش قول لها بحبك، افتح كلام. نجوى، ازيك يا عاصم، عامل ايه؟ انت عندك ميتنج النهارده؟ انت طالع الرحله؟
هطلع لو انت طالع. مش قلت لك المبيعات اسهل؟ احب المبيعات. ايوه يا مستر هشام، ممكن حضرتك تنقلني المبيعات؟ لا عادي، بس حاسه ان هلاقي نفسي اكتر في المبيعات.